وللمزيد حول الحملة التي نفذها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى في مناطق جرف الصخر شمال بابل بمحافظة أربيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور ناصر الفهداوي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله سيدي الكريم، يا مرحبا، حياكم الله. دكتور، بداية، حملة إغاثية جديدة تقدمها منظمتكم بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في أربيل للعائلات النازحة من مناطق جرف الصخر شمال محافظة بابل، ما هي تفاصيل هذه الحملة الإغاثية؟ هذه الحملة كما وصفتموها جديدة، وهي ضمن سلسلة حملات جديدة طارئة قدمتها المنظمة بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين. قدمت المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين سلسلة من الحملات الخاصة كانت طارئة وجاءت في وقت قدرت فيه المنظمة، وكذلك بعد التداول مع كادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الاحتياج الضروري والوقفة الجادة والمتواصلة مع نازحي جرف الصخر وهم يعانون مآسي النزوح ونكبات النزوح وغربة التهجير منذ أكثر من 7 سنوات. هذه الحملة شملت 250 عائلة نازحة متوزعة في مناطق مختلفة من محافظة أربيل، وتقدمت هذه الحملة حملات أخرى يعني قد قدمتها المنظمة بالتعاون مع القسم الإغاثي في الهيئة. كانت الحملة الأولى في مخيم دزيبز وشملت 740 عائلة، والحملة الثانية كانت في بغداد الكرخ وشملت 100 عائلة، كلهم من نازحي جرف الصخر كانوا يعني متوزعين في محافظة الأنبار وكذلك في بغداد، وكذلك هنالك في مخيمات أخرى شملتهم الحملات التي قدمتها منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين. طيب دكتور، هل لك أن تطلعنا عن أحوال النازحين في مخيمات أربيل في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد؟ حقيقة يعني نحن عندنا دراسات وتواصل يعني مع إدارات المخيمات، يعني متواصلة مع عائلات نازحة في المناطق السكنية وليست متوزعة في المخيمات. هنالك نعم يعني في جرف الصخر يعني في عائلات في بغداد وعائلات أخرى في السليمانية حوالي أكثر من 2500 عائلة كلها يعني من جرف الصخر. نعم هناك حالات يعني معدودة في المخيمات، لكن عملتنا مع نازحي جرف الصخر في المناطق السكنية من مناطق أربيل شملت 250 عائلة. وكانوا متوزعين في مناطق زيرين وبيرزين وملا عمر وشاويس والزيتون ودارتو ومنتكاوة وتيران ومانزاوة وكذلك مناطق أخرى تابعة لهذه المحافظة. هذه حملة استثنائية قدمناها لنازحي جرف الصخر. نحن كنا نشمل عائلات جرف الصخر وهم يعني بالإجمال، لما يعني نقدم حملة في محافظة أربيل نشملهم جميعا مع النازحين، لكن هذه بعد لقاء الكوادر مع منظمة القرى مع كوادر القسم الإغاثي في علماء المسلمين وبعد دراسة أحوال النازحين وتحملهم أعباء هذه السنوات الطويلة منذ 7 سنوات وهم يعانون من التجاهل، من تجاهل المنظمات وتجاهل الهيئات ويتجاهلون قضيتهم، ولذلك يعني جاءت هذه الحملة اللي تشمل عائلات جرف الصخر نتيجة لظروفهم المأساوية التي يمرون بها. طيب دكتور، يعني هل هنالك أي حملات إغاثية مرتقبة من قبل منظمتكم في بقية المحافظات الأخرى؟ نعم، سلسلتنا للحملات الطارئة الاستثنائية لشمول نازحي جرف الصخر مستمرة، هي تشمل بإذن الله يعني مناطق أخرى من بغداد وبجانبيها الكرخ والرصافة، ثم بعد ذلك عندنا حملات أخرى تخص نازحي جرف الصخر في محافظات أخرى، كذلك في الأنبار هنالك دراسة لتقديم يعني حملات أخرى تخص العائلات النازحة من مناطق جرف الصخر، وهي مستمرة كذلك لشمول أكثر العائلات والنازحة من مناطق جرف الصخر. عندنا كذلك الخطة المستمرة وهي يعني هي الخطة الأصل بالعادة
يعني نقدم دراسات دائما ومقترحات ل يعني قبل عادة قبل شهر لدراسة أحوال النازحين، ثم نقدم الأولوية للمخيم الذي يعاني والذي يقدم طلب يعني دعمه إذا كانت يعني هنالك انقطاع كبير، وهنالك حقيقة انقطاع كبير عن كل المخيمات، ولذلك تأتي نداءات الاستغاثة نحن نلبيها بالحملات الاستثنائية. نعم، الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الإغاثية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.